ملف الطب النفسي، دكتور محمد فكري الطبيب النفسي وأستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس. دكتور محمد مساء الخير. يا نور استاذ سيف، ازي حضرتك؟ ازيك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله رب العالمين. الملف ده بتاع الامور النفسيه في الرياضه، وشفنا كابتن عماد فاروق وحديثه، يعني الحقيقه اخذ اهتمام ناس كتيره جدا. الملف ده ابتدى بقى مهم للفرق، شايفه حضرتك ازاي؟ طبعا هو مهم جدا جدا للفرق وموجود في كل العالم، ويمكن كان النادي الاهلي سبق في الموضوع دوت لما انا اشتغلت في القصه دي سنه 2011 لحد 2012، وكان قبل الدكتور عماد كان في زميل عزيز دكتور احمد ابو الوفا. فانا اعتقد ان ده حاجه كويسه جدا جدا، وبرضه في النادي الاهلي في الناشئين دكتور محمد فراويز، فدي فكره كويسه جدا ودي بتفرق جدا في اللعيبه. وياما يعني نشيت المسؤولين كتير هنا في مصر ان الموضوع دوت يعمم ويبقى في المنتخبات، بالذات كل ما كانت الموضوع في المنتخبات الناشئين هيفرق معاهم جامد جدا جدا. يمكن لو تفتكر حضرتك ماتش السعوديه والارجنتين، الحارس المرمى بتاع الارجنتين بعد الماتش قال لك انا تكلمت مع المعد النفسي بتاعي. اللعيبه بتبقى محطوطه تحت ضغط نفسي، بتبقى في مواقف ممكن المدرب اللعيب حاسس ان مثلا المدرب مش هيلعبه، فممكن يبقى محطوط تحت ضغط، راجع من اصابه، عنده تجديد في العقد بتاعه، حصل موقف بينه وبين المدرب، بينه وبين الاداره، حصل بينه موقف وبين الجماهير، كل الحاجات دي بتحط اللعيب تحت ضغط. لازم اللعيب يتكلم مع حد فاهم ان هو ازاي يخرجه من هذا الموضوع. المديرين الفنيين والاداريين على عيني وعلى راسي، بس برضه هم بيبقى وراهم مشغوليات كتيره. هل يا دكتور بتحتاج طبيب؟ يعني انا اتكلمت مع الكابتن عماد فاروق قال انا مش طبيب، انا دارس المساله واخد شهادات. صح. بص حضرتك، هي الفكره في الاخر انت عاوز تعمل ايه؟ انت جايبه عشان بس يبقى فيه اعداد نفسي وان هو يحفز اللعيبه، ولا عشان يقدر يساعد اللعيبه ان هم يخرجوا من الاسترس؟ عشان لو اللعيب دوت عنده اي مشكله عائليه او مشكله مع مدرب يقدر يساعده، لو اللعيب دوت عنده سلوكيات معينه ساعات بيبقى عصبي شويه، ساعات بيبقى مندفع شويه، تمام، عنده حب الذات، حب يظهر كتير، هل انت محتاج تعديل سلوكيات ولا لا؟ طيب مين اللي هيعمل الكلام دوت؟ طبيب، لانه دارس. هي قصه مش بس ان انا بحاول ان انا اقلل التنشنز والضغوط النفسيه والستريس واني احفز اللعيب، لا، في حاجات كتيرة قوي. يعني حضرتك شايف ان هي لازم طبيب؟ يفضل طبيب، تمام. حسب اللي انا شفته واللي انا اشتغلته، تمام، في الفترة اللي انا اشتغلتها لازم طبيب، واللي انا شفته مع اللعيبة عن قرب لازم طبيب. اللعيب بيبقى فاهم، بيقدر يعني مثلا انا اول خطوة بيعملها اي طبيب نفسي بيعمل ايه؟ ان هو يقيم شخصيات اللعيبة. عشان انا اقيم شخصيات اللعيبه هبتدي اعرف كل لعيبه انا محتاج اتكلم معاه ازاي. ومش بس كده، الكلام ده انا ببلغه للمدرب، والمدرب اللعيب دوت محتاج انك انت تتعامل معاه باسلوب 1 2 3 4، صح، عشان يفيد اللعيب. لان ممكن لما يجي المدرب يتكلم مع اللعيب يحطه تحت ضغط اكتر. ممكن اسال حضرتك سؤال كمثال يخص شويه النادي الاهلي؟ مين اللعيب اللي في النادي الاهلي اللي حضرتك شايف لو حضرتك تدخلت معاه في وقت من الاوقات او في الوقت اللي احنا فيه ده هتفرق معاه بشكل كبير جدا في ادائه؟ يعني وانت بتتفرج كده تقول ايه ده، انا لو اتكلمت معاه شويه هوديه نقطه بعيده. بص يعني في لعيبه كتير ممكن تبقى محتاجه. اصل بص حضرتك، الموضوع برضه عشان نبقى متفقين فيه، ان انت ممكن لعيب يبقى في مرحله معينه محتاج حاجه، ولعيب وبعد كده هو بص اموره ماشيه كويس. مين في التوقيت ده شايف حضرتك محتاج البوش دي؟ يعني اكيد لو احنا بنتكلم كمنطق ممكن يكون مثلا كهرباء محطوط تحت ضغط نفسي في الفتره الاخرانيه، محتاج بالذات بعد ما حصلت الغرامه وحاجات زي كده. ممكن يكون هو بيحاول يبين ان الامور تمام، بس اكيد هو ممكن يكون مضغوط. ده اعتقادي الشخصي طبعا، تمام، انما انا ما قعدتش معاه عشان اقدر احكم. واكيد في كل الاحوال انا عشان اقدر احكم لازم اكون ايه، قعدت مع اللعيب. دكتور كنت اتكلمت معاه دكتور وقال لي قصه كده غريبه شويه، قال لي انا يعني قال لي ان حالتين بيحتاجوا بيبقوا سيفير، يعني تدخل بشكل كبير جدا، لاعب كان متالق وعدى بضغوط فعايز يرجع لمستواه، ولاعب مكسر الدنيا فجاي له عروض فعايز يحافظ على مستواه. تمام، عاوز حضرتك تعليق. تعليقي
لا تعليق حضر، يعني هو قال لي ان دول الحالتين اللي بيحتاجوا فعلا تعامل نفسي بشكل كبير. اوعى تفتكر ان هو ان بس على لعيب بعيد عن مستوى بيعدي بظروف نفسيه، اللعيب اللي مكسر الدنيا برضه وجاي له عروض وبتاع لازم بيحتاج تدخل نفسي عشان يحافظ على مستواه، ودي كمان بتبقى الحاله الاصعب. طبعا دي زي المينتنس ده اصعب، بس في مواقف تانية اكتر، يعني مثلا اللعيب اللي مثلا بيجي له رباط صليبي او بيجي له اصابه طويله. صح صح دي كده. الاهم بعض اللعيبه اللي هي بتبقى مثلا لسه طالعه جديد ويبتدي يحصل عليها بومينج، ده اللعيب دوت كذا، وابتدي الميديا. صح لا صح. في مواقف كتيره، تمام؟ فدي حاجات طبعا اللعيب احنا يعني في بعض اللعيبه انا بسميها سبرنتر، تمام؟ وفي لعيب اللي انا بسميه الماراثون. اللعيب السبرنتر اللي هو تلاقيه مثلا طلع وعمل موسم ما حصلش وفجأة اختفى. وفي لعيب تقدر تبص عليه تقول مثلا ده اللعيب دوت محتفظ بمستواه مثلا 3 أو 4 أو 5 سنين. صح. طب اللعيب اللي هو زي ما كان دكتور عماد بيقول، هو ممكن يكون مستوى عالي جدا جدا وابتدى يتحط تحت ضغط ان هو جاي له عروض وحاجات زي كده. طب الحاجات اللي هي بتبقى محتاجه عروض دي بتبقى محتاجه ايه؟ ثبات نفسي. محتاجه ثبات نفسي ومحتاجه حد يقيمه، يقيم معاه. صح. يعني انت مثلا حضرتك كان في لعيب مش عاوز اجيب اسامي يعني، تمام؟ لعيب كان حاجه رائعه جدا جدا في النادي الاهلي من حوالي 10 سنين وصمم انه يطلع يحترف بره. ولما احترف بره ما عملش حاجه ورجع تاني. صح. فاذا القرار هنا مهم امتى تاخده؟ صح. عشان ما يحصلش فيه احباط نتيجه الفشل. صح. بشكرك يا دكتور، بتشرف بانضمام حضرتك لينا. بشكرك. تحت امر حضرتك. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا دكتور محمد فكري، والمساله دي بقت مساله مهمه جدا.